جميل دكتور خالد العجمي، يعني عايز اقول لحضرتك ان الاعتقاد السائد دايما عند الساده المشاهدين، طبعا مش بتكلم عن المزارعين، بتكلم عن المشاهدين اللي في البيت اللي بيتفرجوا علينا، ان التين الشوكي ده عامل زي التين البرشومي كده، برضو من اللي هي الحاجات اللي هي لا محتاجه زراعه ولا يعني وجع قلب، انت تخش الصحراء كده هتلاقيه وتقطفه وخلاص. يعني احنا عايزين نبين للناس ان دي زراعه وليها نظام ري وليها نظام تسميد وليها نظام رعايه، وكلمني بقى عن الزراعة، ما هو الموسم الأفضل للزراعة، كيف تتم الزراعة باستخدام الأوراق بتاع أو الألواح، وعمليات بقى التسميد والري بيكون شكلها إيه؟ بص حضرتك، هو أفضل موسم للزراعة هو شهر 2 وشهر 9، بس إحنا ما بنزرعش في شهر 2، أو يعني 2 و3 و4 اللي هي فترة الربيع، وشهر 9 إحنا بس ما مش هتلاقي حد بيزرع في شهر 2، لان حضرتك تعرف ان الالواح بيبقى عليها ثمار، فمحدش هيدي لك الواح وهي عليها ثمار، صحيح او لو اديها لك هيديها لك بسعر غالي. صحيح. لكن في شهر 9 انا عندي ميعاد تاني مفضل وكويس قوي، وبيبقى عندي كميه الالواح اللي موجوده كبيره جدا. ليه؟ لان احنا لما بنيجي نجمع الزراعات القديمه اغلبها داخل في بعضها، فبيضطر يعمل للعمال سكه يمشوا فيها، فبيكسر من هنا شويه ومن هنا شويه، فبياخد الثمار اللي عليها، والثمار العاليه الالواح العاليه بيكسرها، وده بيعتبر نوع من انواع التأليم الطبيعي اللي بنجريه كل سنه بدون ما نحس او بدون ما المزارع يحس. دي بتجدد الالواح اللي على الشجره، وبياخد الالواح دي بتبقى موجوده عنده زياده، فبيبقى عاوز يتخلص منها باي سعر. زمان كانت بيقول لك عبي واتكل على، دلوقتي بقى ليها سعر شويه نتيجه للطلب عليها، فبقى في ليها سعر شويه. تتباع بقى بالعربيه، تتباع باللوح، تتباع بالكتف وهكذا. عشان كده بناخد الالواح دي في شهر 9، او يعني بعد نهايه الجمع في شهر 8، فبناخدها وبنشرها في مكان مظلل عشان الجرح اللي موجود فيها ده يلتئم، ما يبقاش عرضه لانه يتعفن لما تزرعه في التربه. ايوه. الزراعه بتتم بحاجتين او بثلاثه، بلاش اتنين، الكتف، وده بيبقى مجموعة من الألواح راكبة على بعضها عددها من 2 لـ3. بنغرز في الزراعة بالكتف دي، بنغرز اللوح الأخراني في التربة تقريبا كاملا، عشان يديني كمية جذور كويسة تقدر تغذي كمية الألواح اللي موجودة عليه. ده بيبكر شوية في الإسمار، ممكن لو أنت زرعت في 9 ممكن في 2 و3 اللي بعديه على طول، لو 9 2017 ممكن في 2 و3 2018 تلاقي عليه بعض الثمار القليله قوي، دي بيفضل انها تتشال. او بنزرع باللوح، لوح واحد، بنقسم الكتف ده لالواح وبنزرع باللوح واحد. دي بياخد من الطريقه الثانيه، يعني اما بالكتف او باللوح، او اني ازرع بجزء من اللوح، بس دي مش منتشره قوي لان دي اللي عليها تحفظات، ان انت لما تقسم اللوح هيبقى عندك جروح كتير، الجروح دي هتبقى محتاجه تتطهر، هتبقى الجزء اللي موجود في التربه محتاج ان هو يتطهر قبل ما يتزرع، وهتبقى عليها محاذير كتير احنا مش محتاجينها لان الكميات كافيه، وهو مش نادر يعني، هو موجود متوفر، الكميه اللي موجوده منه كميه كافيه نقدر منها يعني نزرع اللي احنا عاوزينه من غير ما نقسم اللوح. لكن لو اضطرتني الظروف ان انا عندي صنف عاوز اكسر منه كميه كبيره، اقدر اقسم اللوح لاكثر من جزء. من جزء. طيب ده بالنسبه لمواعيد الزراعه وطريقه الزراعه. يعني احنا قلنا اعزائنا المشاهدين ان هي زراعه، احنا بناخد بس الورقه بتاعت الصباره التين الشوكي بنغرزها في الارض بتطلع جذور، سواء بقى بناخد ورقه واحده فتبقى دي زراعه اللوح، او بناخد 3 ورقات شابكين في بعض فبناخد الورقه الاخيره نخليها نغرزها كلها في التربه تطلع جذور، يبقى دي زراعه الكتف. او زي ما الدكتور قال ان احنا بناخد يعني اللوح نفسه نقسمه، لكن دي زراعه مش مستحبه. دكتور خالد العجمي، برجع لحضرتك مره تانية وبنسال عن موضوع التسميد، وهل زراعه التين الشوكي زراعه محتاجه تسميد ومحتاجه تغذيه اضافيه، ولا زي السمعه السائده عن نبات التين الشوكي او الصبريات عموما انها تتحمل اقصى الظروف ومش محتاجه اي تغذيه، وبتتصرف من البيئه وبتلاقي تغذيتها بنفسها؟ خلينا نتفق ان هو من النباتات اللي تتحمل، لكن مش معنى انه يتحمل وينمو انه يدي كامل انتاجه بدون خدمه. الخدمه بتاثر فيه بكميه كبيره، سواء كانت الخدمه دي ري او تسميد. لكن هو يتحمل؟ يتحمل، لان هو زي ما قلنا في مجموعه من التراكيب الفسيولوجيه اللي تساعده على انه يعيش في بيئه جافه وفي تربه فقيره.
لكن مش معنى كده انه هيدي كامل انتاج، هيعيش ويدي انتاج لكن ده مش كامل الانتاج بتاعه. الخدمه بتاثر معاه بكميه كبيره. لو اتكلمنا على التسميد هنلاقي ان هو بيتسمد زيه زي اي نبات. النبات احنا عندنا، احنا ما قلناش في طريقه الزراعه ان هو بيتزرع على حوالي 3 في 4، احنا في الوقت الحالي بنزرعه على 2 في 3 نتيجه لتوفر الالواح، وبنشيل صف بعد ما يتدخل في بعضه. يعني انا عندي اراوند في البدايه 700 نبات في الفدان، وبعد ما بنشيله بعد ما بيكبر وبيبقى يعني شجره كبيره بيبقى عندي حوالي 350 نبات في الفدان. التسميد في حدود النص كيلو للتسميد نيتروجين، سواء بقى كان نترات نشادر او اكتر شويه لو انا هستخدم سلفات النشادر. هو اللي موجود في الصحراء النهارده كله عمليات ري اللي هي الفيرتيجيشن او الري التسميدي. الفيرتيجيشن ما بقاش مستحب فيها سلفات النشادر لانه تقريبا يعني عديم الذوبان في الميه، فبيبقى اغلبه نترات نشادر. في الفيرتيجيشن بنقسم الدفعات دي لان زي ما حضرتك عارف انها هي بتتدوب في السماده وبتنزل مع الميه، فمفيش تكلفه ليها، والافضل انها تتقسم على اكتر من مرحله. المرحله الاولانيه بتبقى قبل خروج البراعم، المرحله الثانيه بتبقى في مرحله نمو الثمره، المرحله الثالثه اللي هي من اول خمسه دي بناخد فيها بتبقى معدل نمو الثمره او ريت بتاع نمو الثمره بيبقى عالي. فبنحط فيها كميه تسميد بنقسمها على حوالي 3 دفعات. الدفعه الاولانيه نص كميه بتبقى في اول 3، وبعدين الربع والربع في اول 4 في اول 5. ده بالنسبه للتسميد النيتروجيني. بالتسميد البوتاسي بيبقى حوالي 150 جرام للنبات، نضربها بقى في عدد النباتات في الفدان. السوبر فوسفات بنحط للنبات 1 كيلو جرام مع الخدمه الشتويه. العزيق احنا تقريبا ما بنعزقش، او ان عزقنا بتبقى العزيق خربشه، لان جذور التين الشوكي من احد التراكيب الفسيولوجيه اللي بتساعد على تحمل الجفاف، ان الجذور جذور سطحيه. في الخمسة سنتي الاولانيين بيبقى فيها جذور سطحيه، جذور شبكيه سطحيه ممتده لمسافات طويله تصل لمرتين ونص ضعف ارتفاع النبات. مرتين ونص من ارتفاع النبات، تمام. ضعف ارتفاع يعني الارتفاع النبات حوالي متر ونص تقريبا، حوالي حوالي 2 متر، يبقى 3 متر وشويه. كمان بتخرج، هو بياخد جزء من احتياجاته المائيه من الندى. صحيح، لما بيحصل الندى الصبح وبتنزل الميه على التربه على الاشواك وعلى التربه، فبتبقى بتخرج جذور سريعه اسمها جذور المطر. الجذور دي بتمتص كميات الميه القليله اللي بتنزل، وده جزء من احتياجاته اللي بيخليه يقدر يعيش في الصحراء. صحيح، بكميه كبيره. عشان كده احنا التسميد العزيق بنفضله ان هو يبقى خربشه. كمان الجذور الشبكيه المنتشره لمسافه طويله دي بيقولوا الفلاح يقول لك بتاكل النجيله او بتاكل الغريبه. الحاجات النجيليه او الاعشاب الضاره، الاعشاب الضاره والكلام ده نتيجه لوجود الجذور دي بتختفي. بتختفي لوحدها. عشان كده العزيق بيجرى تقريبا مره واحده، خربشه زي ما بنقول على السطح العلوي للتربه، وبنحط معاه بعديها على طول يعني السماد البلدي مقطف او اتنين، معاها كيلو سوبر فوسفات. ده بيبقى في الشتاء قبل شهر واحد، شهر 12 واحد. جميل. طيب خليني اسال برضو حضرتك سؤال مهم، هل هذا النبات محتاج لمساعده في عمليات التلقيح زي حشرات زي الذباب او النحله او ما الى ذلك، ولا هو يعني مش محتاج هذه العمليات؟ هو التلقيح فيه خلطي بنسبه عاليه. الذباب والحشرات، لكن هو مفيش فيه مشكله. يعني احنا ما عندناش مشكله في عمليه التلقيح. هو الثمره بتخرج الاول، الكوز بيخرج بيبقى رفيع وطالع على الـ على الـ على اللوح كده، وبعدين بعد كده بيبقى فيه في راس الثمره زهره بتتفتح، بتحصل عمليه التلقيح وبتقع الثمره. الزهره دي بتقعد من 2 لـ4 ايام. بتحصل عمليه التلقيح، بنلاقي في الجزء اللي فوق المدور بنلاقي فيه خرم واضح. الخرم ده نتيجه لنزول الانبوبه اللقاحيه نتيجه للتلقيح. الثمره نفسها عنبه، هي عباره عن البذور
والاحبال الشوكيه، الاحبال السريه اللي نزلت من الزهره المتشحمه. فعشان كده بتلاقي لو احنا عملنا تكييس، لما عملنا تكييس للحاجات دي ادت نسبه تقريبا من 10 ل 20%. لما عملنا خصي للزهره دي خالص وقلنا ان احنا يخرج بدون تلقيح وخصاب، بدون تلقيح خالص، الـ 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 الثمار وقعت ما كملتش خالص، النسبه كانت صفر تقريبا. يعني اذا الحشرات دور في يعني الحشرات انا ليها دور. اتذكر مره رحت صورت حلقه عن التين الشوكي فلقيت كميه ذباب فظيعه أيوة. جدا. ايوه فلقيت المزارع قال لي لا ده الدبان ده احنا بنفرح بيه. أيوة. قلت له في أيوة. حد يفرح بالدبان؟ قال لي أيوة. انا كنت يعني كنت طول عمري متخيل ان التلقيح ده قايم على النحل وكده زي ما لا لا خدنا لا في المدرسه لا لا يعني. اكتشفت ان الذباب اللي مش عاجبكم ده له دور كبير جدا في المانجا اللي حضراتكم بتاكلوها وفي التين الشوكي. في المانجا كمان بيحطوا تحت الشجر، حاجات ريحتها نفاذة يعني. بيسيبوا السباخ البلدي او بيجيبوا سبلة الكتكوت زي ما ايوه بنقولوا ويرميها تلم في الدبان، المزرعة عشان تلم الدبان عشان يحصل عملية يحصل عملية التلقيح. لأنه سبحان الله مفيش حاجة في الدنيا دي ملهاش لازمة، كل حاجة ليها لازمة. يعني المانجا اللي حضراتكم بتموتوا فيها ديت الذباب اللي مش عاجبكم ده له فضل فيها وله فضل كمان في التين الشوكي ده اللي انا كنت عايز يعني اقوله لحضراتكم. طيب لما رحنا شفنا عمليات الزراعه في التين الشوكي يعني في احد الحلقات لقينا ان في نوع من انواع اللي بيسموه النت او نست، يعني اللي هو في رذاذ بينزل على النباتات من فوق، يعني ما فيش ري جي ار من تحت. هو الري انا بفضل اللي حضرتك بتقول عليه، الري بالرش، سواء بقى كان الري بالرش ده نقالي او ثابت. ليه؟ لان زي ما قلنا ان الجذور منتشره في مسافه كبيره، فالري بالتنقيط بيحجم انتشار الجذور، لكن الري بالرش بيروي المنطقه كلها. صحيح. الري بالتنقيط انا هروي مرتين، 2 ل3 مرات في الاسبوع. الري بالرش براوي مره واحده كل 15 يوم. في حدود من ساعه لساعتين على حسب كميه المياه المتوفره. عموما التين الشوكي اقل نبات في الفاكهه كلها بيحتاج ميه. احتياجاته المائيه بتتراوح ما بين 1000 ل 1500 متر مكعب في الفدان. لما تيجي نقارن دي بالموز، لا الموز اللي بياخد من 10 ل الموز عايز نهر لوحده، من 10 ل 12000 متر مكعب، هتلاقي ان انت عندك حاجه. وبعدين في حاجه كمان اسمها كفاءه استخدام الميه. صحيح. كفاءه استخدام الميه دي المتر المكعب من الميه هيديك قد ايه ثمار. مظبوط. لما نيجي نقسم عدد الثمار متوسط انتاج الفدان، المتوسط اللي هو متوسط الوزاره حوالي 11 وشويه، المتوسط الطبيعي حوالي 15 طن، لان طبعا انت عارف متوسط الوزاره بيبقى داخل فيه النباتات اللي هي لسه بتبشر، لسه النباتات اللي متوسط اللي لسه حسابي مش حسبه حسابي. دقيقه يعني. لكن المتوسط العادي اللي الفلاح العادي بيجيبه حوالي 15 طن في الفدان. ال 15 طن دول لما تيجي تقسمهم على 1500 يعني معناها ان انت بتطلع 10 نسبة التحويل يعني. نسبة كفاءة استخدام المية 10. 10 دي كبيرة جدا. طبعا. أفضل النباتات وإحنا بنقارن بالموز باعتباره إن هو من النباتات المستهلكة قوي للمية، لكن كمان كفاءة استخدام المية فيه عالية جدا. لأن فدان الموز النهاردة ممكن يدي من 30 ل 35 طن. لما تيجي تقسمهم على 10 هتلاقي متوسط يعني كفاءة استخدام المية فيه من 3 ل 4. الفرق كبير. أكيد أكيد. فرق أكيد. كبير قوي. أكيد. اكيد. طب خليني اسال حضرتك برضو سؤال، يعني دايما عندنا انطباع كده ان شجره الصبار دي عامله زي الجمل كده، يعني اللي هي لا بتمرض ولا بتحتاج ميه وهي بتاخد الميه بتاعتها من الندى حتى مش محتاجه ميه من التربه. فهل شجره التين الشوكي من الاشجار التي قد تصيبها الامراض ولا هي ربنا حميها بشكل او باخر؟ لا هي قد تصيبها الامراض. ايوه. لكن مش بالصوره اللي احنا متخيلينها. يعني الحشرات القشريه اللي بتصيب الموالح بتصيب التين الشوكي، لكن الطبقه الجلديه اللي موجوده على اللوح من بره بتحميها بدرجه كبيره. ما بنرشش خالص لا في مصر ولا في اغلب دول العالم. ما بيترشش، لان برضو الطبقه الجلديه دي الطبقه الشمعيه اللي موجوده سمكها تقريبا 50 ضعف اللي موجود على النباتات العاديه. دي عشان تمنع عمليات عشان التبخر المايه والنتح تمنع والحاجات دي. ترانسبيريشن. عشان كده وصول الـ المبيدات لجوه هيبقى صعب.
يبقى احنا ملهاش لازمة اه أصلا. احنا اصلا كمان لو اصيبت، لو في لوح مصاب وهو بيجمع او هو ماشي بيكسره وخلاص، فما فيش، احنا ما بنرش هنا. عشان كده بعد هو ما اللي يكسر يا موجود، فندم محتاج مثلا يرش حاجة مطهرة ولا مش محتاجة؟ والله ما بنرشش، هو آه. هو بيكون طبقة زي القشرة بتاعت البني آدم لما بيتعور كده، ايوه بتبقى كيور كده، بتبقى ايوه طبقة قشرة كده، هي بتحمي بتداوي نفسها. بتداوي نفسها. يا سبحان الله، يعني فعلا تاني شوكي من اولا من الفواكه التروبيكال او الاستوائيه الجميله اللذيذه، كلها فوائد. كمان سبحان الله اتعلمنا على مجموعه، يعني تعرفنا على مجموعه من الاسرار اللي هي في هذه الزراعه الجميله. يعني بجد حلقه شيقه وفقره شيقه جدا، شيقه جدا. دكتور محمد خالد فتحي العجمي الباحث الاول بقسم بحوث الفاكهه الاستوائيه بمعهد البحوث البستانيه، بشكر حضرتك جدا على هذه الفقره، وان شاء الله نشوف كده بقى زراعات التيلي شوكي دي بتنتشر اكتر واكتر، إن شاء ونشوف الله. بقى مصنع لانتاج زيت بذره التيلي الشوكي. والإنتاج كمان العصاير والمربات واستخدام الألواح في تغذية الحيوان وحاجات، يعني أجزاء كتيرة من الثمرة، القشرة 45% دي بدل ما بتترمي برضو بيستخدموها في تغذية الحيوان، سواء أكيد. كانت حيوانات لحم أو لبن أو ما شابه يعني. بشكرك جدا، الله بشكرك. يخليك.